السلام عليكم اعزائي الكرام، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم جبت لكم واحد الحلوه ديال زمان. هي عباره عن عجينه كنحشيوها بكاوكاو، العقده ديال الكاوكاو اللي كتجي لذيذه وما فيهاش بزاف ديال المقادير. نتمنى تعجبكم ان شاء الله وديروها في هذه العواشر ديال العيد الاضحى ان شاء الله. اذا واحد خمس ندير واحد 300 غرام ديال الفورص، نزيدوها شويه الملح راس معلقه، معلقه ديال السكر كلاصي، وواحد المعلقه ديال ماء الزهر، وكنضيفوا كذلك واحد المعلقه ديال الزبده، وكنبسبسوا الجميع. من بعد كنضيفوا لها اما ياغورت طبيعي ولا واحد الكاس ونصف ديال الكريمه، يعني ليكيد كريمة سائلة، ونعجنوها. كنجمعوها ونفرقوها على جوج ديال الكويرات، كنطلقوها وعلى شكل بحال مسمنة، كنطويو الكويرات بجوج على شكل مسمنة. اذا كنطويو على هذا الشكل كورات بجوج، وكنديروهم هاد جوج كورات لطوينه في الماء ليمونطا ونخليهم يرتاحوا. من بعد كندوزو الكاوكاو، 500 غرام ديال الكاوكاو اللي حمرناه كنديروه في روبو، كنضيفو له 140 غرام ديال السكر سنيدة ونطحنو. من بعد خصو يجينا بحال هاد الشكل عجين، كنضيفو له معلقة صغيرة ديال القرفة، نسقرس معلقة الملحة ومعلقة ديال ماء الزهر، وكنضيفو له كذلك معلقه كبيره ديال الزبده لينه، وكنعاود نطحنو الجميع باش كيتمزج مزيان. اذا لاحظوا معنا حصلنا على عقده ديال الكاوكاو هي اللي غنعمرو بها هذا العجين. اذا كناخذ العجين اللي ارتاح، العجينه ما كتلتصقش نهائيا بسطح العمل، هي رطبه وما كتلتصقش. اذا كنطلقوها بالمدلك، نحاولوا نطلقوها مزيان تكون رقيقه على هذا الشكل، وكنحاولوا بالمساعده ديال المدلك اننا نطلقوا نهزوها ونوضعوها على ورق الطبخ باش تسهل علينا العمليه باش نهزوها ونحطوها. اذا من هذه الورقه الاولى كنطلقوا العجين الاول، كناخذوا داك العجين ديال الكاوكاو كنطلقوه فوق بلاستيك غذائي بطبيعه الحال، كنحاولوا نعطيو الفورمه ديال العجين اللي طلقنا شكل مستطيل. غنهزوه بهاد البلاستيك ديالو، كنحيدو الفوقاني لان طلقنا بين جوج بلاستيكات، وكنوضعو عليه العجين الاول. اذا راه عندنا جوج كويرات، هذا العجين الاول الكره الاولى اللي طلقنا. من بعد كنهزوها وكنقلبوها، كنحيدو البلاستيك اللي كان تحت عجين الكاوكاو، كنوضعو العجين الثاني الورق اللي هي الكره الثانيه اللي طلقنا، كنحيدو ورق الطبخ وكنعاود نبسطوها بالمدلك باش تلتصق العجين على الكاوكاو. على العجينه ديال الكاوكاو كنحدقوها من الجوانب وبمساعده واحد المسطره باش يجيونا السميطات مقادين،
كنقطعها على الطول ديالها وتكون يعني هكذا، كنقطع على سنتيم في العرض، وكنحاول نعطيوها هذا الشكل ديال الكرافاطه. كاين اللي كيسميها الزمامه، كاين اللي كيسميها المبرومه. اذا لاحظوا العمليه سهله، غنحاولوا نخرجوا منها شكل اخر اللي هو عباره عن قلب. اذا كنديروها في الفرن لمده 30 دقيقه على حراره 170 درجه. اذا هذه نفس العجين، كناخذوا السميطات بجوج وكنعطيوهم شكل قلب. راه سهله، نفس العجين كنشكلو بهذا الشكل. اذا المده الطهي 170، المده درجه لمده 30 دقيقه. وبالصحه والراحه، كنتمنى ان الوصفه تعجبكم، وما تنساوناش ان شاء الله بالدعم باللايك والبارتاج وتابوناو وباش تشجعونا ان شاء الله، ونزيدوا المزيد من الوصفات القديمة والجديدة من جميع يعني المطابخ حتى العالمية ان شاء الله. وعلاش لا.